السلام عليكم ومرحبا بكم معي مجددا في القناة. غنوجد معكم اليوم فقاس فقاس بالليل اللي كيجي زوين وكيجي لذيذ. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. دوزو مباشرة المقادير. غنحتاج الدقيق من نوع الجيد، يعني نوعية جيدة، جوج كيسان ديال السنيدة، جوج كيسان ديال الزيت، واحد الكاس ديال جنجلان محمر، واحد الكاس ديال اللوز، نص كاس ديال ما زهر، جوج خمارات فاني، واحد خمسة ديال البيضات، معلقة ديال النافع، ومعلقة ديال الكوفيتير، ومليحة. غادي ناخد القصريه اللي غنخدم فيها، هكا نحاول نحيد هادشي عليا. صافي غادي ندوز ناخد البيض، خمسة البيضات يعني حجم متوسط، تقدروا ديروا حتى ستة البيضات. صافي غنديروا خمسة البيضات نحلهم. غادي نضيف عليهم سنيدة، جوج كيسان، دائما العبار بكاس ديال العنبة، وغادي نضيف جنجلان. صافي وغادي نحرك هاد العناصر مع بعضها. فقاس كيجي بلدي، كيجي لذيذ وكيجي زوين. صافي غادي نحرك انا هاد الخليط هكايا، صافي غندوز دابا نضيف قبيصه ديال الملح، غير قبيصه صغيره، واحد المعلقه ديال الكوفيتير باش كتعطينا داك اللون محمر، وغادي ندير معلقه ديال النافع. فانا درت النافع مطحون، يعني يمكن لكم ديروا النافع حبوب، فانا ما متوفرش عندي حبوب ودرته هكا مطحون. وغادي نضيف داك نص كاس ديال الزهر، ماء الزهر، الزيت. صافي كنخلط هاد الخليط مع بعضه مزيان. غادي ندوز نضيف ليه داك اللوز، وغنخلي هاد الخليط يرتاح هكا واحد المده ديال ربع ساعه باش يرطب لينا داك اللوز. راكم شفتوا ما رطبت اللوز من قبل ما والو. ملي داز ليا تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه وارتاح ليا الخليط مزيان، وغادي ندوز دابا باش ندخل فيه داك الطحين. فانا تقريبا عندي هنايا واحد 800 غرام ديال الطحين، فغادي نضيف ليها دوك جوج خمارات والفانيا. يعني الفانيا تقل يمكن لكم تضيفوها في الاول، فانا يا ما ضفتهاش في الاول، نتوما من الاحسن غادي نضيفوها في الاول مع الخليط. صافي غادي نضيف دوك الخمارات، وغادي نحاول ندخل هاد الخليط مع بعضه. فكنحاول ندخل هكا الفورس في هاد الخليط، بحال هاد الشكل هذا. يعني كنحاول ندخل، ما غتسلكنيش هادي، غنخدم بيدي، اليدين هما اللي تيبردوا القلب. ما كاينش بحال اليد، يعني يدك تتبرد لك نيت القلب. صافي غادي نخلط انا بحال هكايا، ملي تيخصني الدقيق تنزيد حتى نحصل على القوام اللي بغيت. تقريبا غادي يهز لكم واحد 900 غرام، او يعني ما كيكونش الخليط قاصح بزاف وما كيكونش خفيف بزاف، يعني كيكون متوسط. فانا كما كتلاحظوا يعني مازال خاصني الطحين، فمازال غادي نزيد تقريبا ديك 800 غرام كامله درتها، فغيبقى خاصني واحد شويه. غادي نضيف لها مازال واحد شويه، صافي كما كتشوفوا يعني باقي خاصني واحد شويه، فغنضيف مازال شويه ديال الطحين.
فضفت مازال واحد تقريبا واحد الكاس ديال العنبه ديال الطحين، وكنحاول نجمع العجين ديالي. فجمعت العجين كما كتشوفوا، يعني العجينه راه رطب ماشي قاصح، يعني عجينه رطبه. فغادي نمسح سطح العمل وندوز دابا باش نشكل الفقاس ديالي. فانا شكلت منه 4 ديال الكرات اللي غنخرج منهم 4 ديال لي بوده ديال الفقاس. هكا كنحرب لهم بحال هاد الشكل هذا، يعني كلكم كتعرفوا الطريقه كيفاش كنحرب له الفقاس. ما كيكونش البوده غليظ بزاف وما كيكونش رقيق بزاف باش كيجينا داك الفقاس معين. صافي كنحرب لهم هكا بهذه الطريقه هكا. ولا كانت عندنا شي ثقبه مع اللوز فكنحاول نسدها باش ما يتشققش لينا داك الفقاس. صافي كما كتلاحظوا كنحاول نقاد هكا الجناب باش كيجيني الشكل كله مقاد، وكنبرك عليه شويه من الفوق حتى نقادهم كاملين. صافي دابا غادي ندوز ناخذ واحد البيضه او صفار بيضه، وغادي نضيف مع واحد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي وكنحرك مزيان، وغادي ندهن هاد الفقاس ديالي. فغادي نطرب هذيك البيضه مزيان مع داك القهوه باش كيعطينا داك اللون. صافي كنحاول نحركها مزيان. وغادي ندهن هاد الفقاس هكايا كامل. صافي كندهن هادو كاملين من الجناب هكا ومن هذا باش كيجينا داك اللون محمر ومذهب زوين، يعني كيعطي واحد اللون زوين الفقاص. صافي غندهن انا هادو كاملين بحال هكايا. ندهن مازال عندي الخليط فغنعاود ندهنهم مازال. صافي كندهنهم مزيان. صافي دابا غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نبقى كنجر هكا خطوط، يعني فرشيطه مقلوبه او على الظهر ديالها. فكنجر هذوك الخطوط هكا، ولكن كنحاول ما نحفرش الفقاس يعني غير من الفوق. صافي والفران ضروري يكون بارد، ما يكونش مشعل من قبل، ما يكونش سخون، وغيكون ناقص بزاف يعني كما كنقولوا على شمعه. صافي كنقصو عليه مزيان وكندخلهم يطيبوا. دابا الفقاس ديالي تحمر من التحت وتحمر من الفوق. صافي دابا غادي ندوز باش غنغطيه بواحد الزيف ونخليه يرتاح. غادي ندوز دابا ناخد قطاعه، وخاصني ناخد واحد الموس يكون ماضي باش ما يتهرش ليا الفقاس. فالموس خاصو يكون كيقطع مزيان، او تاخذوا داك الكيتور اللي كيتباع في المكتبه، يعني طرونشوار اللي كنقولوا ليه طرونشوار، فهو كيقطع الفقاس مزيان. فانا كان عندي واحد وخسر ليا، هو اللي كنقطع به كيقطع الفقاس مزيان ومع كيكون ماضي بزاف، يعني دغيا تيقطع الفقاس بلا ما تيتهرس ما والو. وصافي غادي ندوز دابا باش نقطع الفقاس ديالي. ضروري الموس يكون كما قلت لكم ماضي كيقطع مزيان. صافي وكنحاول نقطع هاد الفقاس هكا كامل.
كيما كتلاحظوا كتشوفوا راه ما كيتهرس ما والو، يعني راه كيتقطع عادي، وهاد الفقاس هذا راه ما كيتهرش بزاف. وانا راه خليته لمده تقريبا غير ديال 3 سوايع، يعني يمكن لكم تخليوه ليله كامله، فانا ما كانش عندي الوقت يعني ما خليتوش كاع 3 سوايع. صافي غادي ندوز دابا انا نقطع هادشي كامل هكا. صافي يكون الفران ديالي سخون مزيان وندخله يتحمر، ولكن ما نشعلش عليه من الفوق، انا كنحمره كنشعل عليه غير من التحت باش كيطيب لينا داك اللوز اللي فيه وكيتقرمل، وكيجي داك الفقاس محمر من الداخل ومقرمل يعني بلا ما يتحرك، لان ملي كتشعلوا عليه من الفوق فكتخطفوا ديك العافيه دغيا كيتلهب. فكما كتشوفوا يعني راه كيتقطع عفوا ساهل وكيبان زوين. وإذا لاحظتوا راه يعني ما كاينش فيه تهرس، يعني ما كيتهرش، فغادي نقطع انا هادشي كامل وندخله الفران اللي سخنته من قبل، راني دايره كيسخن. صافي كما كتشوفوا راه في القطعه يعني تيبان لكم راه ما كيتهرش، يعني قليل قليل بعد اللوزات اللي تيكونوا ما كيجيش فيهم الموس اللي يتقطعوا، ولكن ماشي بزاف غير شي مره. صافي نقطعو هكا كامل وندوز نحمرو ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال هاد الفقاس. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، فكيجي اللون ديالو مذهب وكيجي غزال، وفقاس بلدي كيجي لذيذ. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. فكيما كتشوفوا يعني راه تيخرج كميه، فغادي نقرب لكم تشوفوا الشكل، يعني راه كيجي من اللون ديالو مذهب وكيجي محمر. وما تنسوناش دائما من لايك واشتراك في القناه، شوفوا كيفاش كيبان من الداخل، كيبان محمر.